السلام عليكم، شلونكم شخباركم؟ وياكم مهدي من قناة اوكا. طبعا اليوم راح نشوف قصة الزومبي المسكين الفقير، قصة جدا جدا حزينة والله العظيم تكسر القلب. اوكي راح اشوفها وياكم وانطي رأيي بهالقصة حلوة او لا. يلا شباب بنات. اوه بس قبل لا نشوف القصة شباب بنات ونشوف قصة الزومبي شنو اللي راح يصير معه بهذا المقطع، اريدكم هسه كلكم تضغطون على زر اللايك وتشتركون بالقناة وتفعلون جرس الاشعارات، واذا تحبون نستمر وصلونا كثير لايكات. يلا بسم الله نشوف المقطع. اوه الفقير جوعان. اوه اعتقد هذا ابوه الهيروبراين. اوه هيروبراين يمشي بالواحد. اوه راح يساعد الزومبي المسكين. شنو راح يصير؟ اوكي. اوه حلو، ساعد الزومبي الفقير. اوه هذا الطفل على اساس انه مشاغب وسرق الطعام مال الفقير. اوكي. اوه بقى يبكي. اوكي والله الموسيقى حزينة. اوه والله هذا كلش حزين. شوفوا شباب بنات هذا الطفل الزومبي المسكين يشاهد هاي العائلة لان عندهم ابو وام بس هو ما عنده عائلة. اوكي شباب بنات خلينا نشاهد نشوف شنو راح يصير. اوه اوه ضربوا الطفل المسكين. يعني يبين لكم انه الفقير مظلوم ومسكين والله صدق. اوكي وما يخلونه يلعب معاهم. اوه شخص يريد مساعدة. اوه والله كفو. اوه اندرتيكر. اوه هذا مجرم. اوه والله كفو. اوه يا ساتر شنو راح يصير؟ اوه شوفوا شباب بنات انه هذا الطفل صح فقير ومسكين وما عنده اي شخص، ولكن من شاف هاي البنيه محتاجه المساعده ساعدها. والله كفو. اوه والله نايس، اعطته تفاحه هديه. شوفوا البنات شلون قلبهم طيب وحباب. اوكي واو لا مستحيل، الطفل هذا فقير وساعد لفقير ثاني. طيب هو ما عنده طعام حاليا. عجبتني النومه مالته. اوه اوكي اعتقد هاي نفس البنيه، شافته عليه برد ومريض. اوه حزنت عليه. شنو؟ اعطته جولد. اوكي اوكي يريد اكل جوعان وما يعرف وين يروح. اوه هؤلاء الاطفال المشاغبين هم راح يسرقون اوه اعتقد راح يضربونه. اي راح يضربونه. اوه اوه هيروبراين انقذ الطفل. اوه الأطفال ذول المشاغبين ضربوا طفل الزومبي المسكين وراح يموت يمكن. أوكي والله كفو عمو الهيروبراين. أوكي أوه أكلوا سيد أوكي وحليب على أساس دواء هذا. أوكي والله حزنت على الزومبي. أوكي اوه بقى معاه بالمستشفى لحد ما يستيقظ. والله كفو. شوفوا شلون عنده وفاء لهذا الزومبي. اوكي انحنى له يعني هيك شكرا. اوكي اوه راح يبحث عنه. اعتقد راح يقول له تعال عيش معي بالبيت اعتقد. اوه صاروا اصدقاء كلش حلو. اوه اعتقد هاي المدرسة مو؟ ايه شافه بالشارع، قال له ليش تبقى بالشارع؟ تعال معي للمدرسة وهناك تحصل شغل، تحصل أصدقاء بدل ما تفتر بالشارع. والله فكرة حلوة. اوكي. اوه صار عنده أصدقاء جديدين أو جدد، الإندرمان والسكلتون، والسكلتون هذا الوذر سكلتون. اوه جاب له ملابس. وات؟ اوه شكله صار حلو شباب بنات. إيه والله هم صفقوا سبحان الله. اوكي اوكي ينحليل على اساس شكرا. اوكي والله كفو هيروبراين، كفو هيرو. اوه خوش يرقصون. يعني سبحان الله انا بالبدايه حزنت عليه هسه فرحت. اوكي خلينا نشوف القصه مالته كامله ونشوف شنو اللي راح يصير. اوكي اوه حضر لهم الطعام، دجاج. كفو الف عافيه بالعافيه. اوه كفو صحه. اوكي صارت الدنيا ليل. علمهم على القراءة والكتاب، يعني علمهم العلم نور والجهل ظلام. اوكي اعتقد الموسيقى عالية، خلينا نصيها. اوكي شباب واو، يعني هذا الهيروبراين ما شاء الله انا توقعته شخص شرير وقاتل ومجرم، ولكن الحقيقة طلعت غير. الهيروبراين شخص طيب وحباب ويساعد الناس الفقراء والمحتاجين. يعني معقولة كل احنا كنا مخدوعين بحقيقة الهيروبراين؟ والله ما اعرف شباب بنات، اللي يعرف هاي المعلومة اول مرة يضغط لايك. اوكي اوه صارت الدنيا الصبح. اوكي دجاجة. وات؟ لحظة، دجاجة تعوعي الصبح سبحان الله. اوكي اوكي الهيروبراين شنو هاي؟ اوكي ايش راح يسوي لهم؟ اعتقد رياضة صباحية. اوكي. اوه يعلمهم على الرياضة، لأن شباب بنات الرياضة جدا جدا مهم. اوكي. اوكي. اوكي ضربة خطيرة. اوه كوكينج، طبخ. مطبخ أو طبخ، اوكي. اي راح يعلمهم على الطبخ، لان بابا اوكي راح يعلمهم شلون يطبخون حتى يقدرون يعيشون سرفايفل بالغابه لوحدهم، حتى من يطلعون من المدرسه يصيرون محترفين، لان هاي المدرسه اسمها مونستر سكول، يعني مدرسه الوحوش. اوكي خلينا نشوف شنو راح يصير. لا تقلي راح تقتل الدجاجه، لا تقتلي راح تقتل. يا رب ما يقتلها، يا رب ما يقتلها. والله الحمد لله ما قتل. اوه كفو. اوكي يبحث. اي والله تم ضحكه. اوكي اوه لا قتلها. لا اوه خلى فوق اعتقد جبن. اوكي نشوف. افتهمت، يعلمهم شلون يطبخون، مسوي لهم مسابقة طبخ، منو أحسن واحد يطبخ ومنو أفشل واحد. نايس، فكرة حلوة. أوه أي أعلى درجة. أوه أوكي بيبي وذر سكيلتون. أوكي طفل وذر سكيلتون. وات؟ شنو هاي؟ شباب وات؟ اوه سب اوه يا ساتر، اعتقد ياخذ ذا. اي اوه طبخه سيئه يمكن مو. اعتقد اسوء طبخ. بي يعني اوكي، البي يعني جيده، يعني مقبوله. اوكي بس والله هذا اول مره ادري عنده هيك. بي يعني تقدر تقول راسب او جيد. اوكي بيبي سكيلتون تعال. اوكي اعتقد راح يستخدم البو مالته. اوه ببغاء، لا تقلي راح يمسكه. اوكي دقيقة سكيلتون. اوكي سكول. اوه اعتقد ما يصيبه او ما يلوحه. اوه لا ببغاء المسكين. طبعا شباب بنات احنا كان عندنا بالبيت ببغاء يتكلم وما ادري شنو، بس سبحان الله قتلته البزون. البزون يعني القطه، قتلته وكلته. اوكي الله يرحمه. اوكي ايش سوى؟ اوه لحم ببغاء وخلى فوق شويه حليب. اوه نايس حلو. مات. وات اعتقد اسوأ طبخه بالعالم. اتصل بمن؟ وات وات وات. كل دكتور. اتصل بالدكتور. اوكي والله كفو. اوه السكيلتون ارسلوه يصيح للدكتور او يتصل بالدكتور. شاف له كرة قدم راح يلعب بالكرة هاي وينسى الهيروبراين ويموت. اعتقد هيك راح يصير، اعتقد راح ينسى. الله كفو. اوه كريستيانو. هلا كريستي سكيلتون. والله نايس. اوه افتهمت. تشوفون هذا السكيلتون شخص طيب وحباب. راح يمشي مع اصدقاء السوء اللي هم هؤلاء الثينين، راح يمشي معاهم واعتقد راح يخربونه. فهذا المقطع ايضا به رساله انه اصدقاء السوء لا تمشون معاهم، تمام؟ اعتقد هيك راح يصير. ايه اصدقاء السوء. اوكي والله كفو عمو الزومبي. اوكي راح ياخذونا للدكتور. وات؟ يقول له هذا اللي ارسلناه جيب دكتور ما راح. يقول له حسبي الله عليك. اوه راسب. اوكي هوسبيتال المستشفى. اوه شاف له فقير. بيبي زومبي. اوكي طفل الزومبي. شنو اللي راح يتسوي اكل ويعطيه للفقير؟ متأكد 100% اذا عمل الاكل واعطاه للفقير لازم تكتبون بالتعليقات انه طفل الزومبي هو احسن شخص بالعالم. اوكي من وين جاب اللحم؟ ما يقتلها، راح يحلب البقرة. لحم وحليب. وات اول مرة ادري. اوه اعتقد راح ياخذ اي بلس. اللي اي بلس يعني اي زائد، اعلى درجة. اوه يا ساتر. واو. اوه شباب بنات يحب طبعا طفل الزومبي يحب يساعد الفقراء بدون ما حد يشوفه، حتى ما يقولون عليه منافق او رياء. يعني يحب يساعدهم بس الله سبحانه وتعالى يشوفه. والله كفو. اوه اعلى درجة بالعالم اي بلس اللي هي اي زائد. اوه لا لا تو نقول احسن واحد. لا هذا الزومبي الكبير. وات شنو راح يصير؟ والله انا بديت اخاف. اعتقد مقلب. اوه شنو راح؟ كان حلم. اوكي كان حلم والله توقعت. والله توقعت راح يصير، راح يكتله شبح زومبي بيبي. اوكي قعدته من النوم. اوه اوكي درس اليوغا هذا اللي هي رياضة اعتقد. لحظة انا اللي اعرفه طفل الزومبي كان شخص طيب وحباب، ليش ضربوا الدجاجة؟ I don't know. اوه زعل يعني. شوفوا سبحان الله تندم على الشيء اللي سواه. اوه اعتقد راح يعترف. اوه راح يشويها والله، راح يشويها. اوه والله خرافي. اوكي اعتقد هذا الطفل الزومبي مشاغب والله العظيم. يعني انا اقول عنه حباب ويساعد الناس بس هو شويه مشاغب. اوكي اوه تقول اي قلت حلوه خدعه. اخر بطيخه خلينا نشوف انه ياكل. احنا نسميها بالعراق رقي او رقي. أوه. سبايدر عنكبوت. اوه يخاف من العنكبوت. شنو ريحه حرق؟ ايه احترق الطعام. لا مستحيله هاي. اوه صحيح مستحيل. اوكي 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 شباب اعتبروا نفسكم ما شفتوا شيء. زين منو راح ياكله؟ اوكي اوكي شنو راح يشغل؟ بنتين؟ اوكي اعتقد ابن اللي يخرب التلفزيون. اوكي لحظة، هذا زومبي مو هيروبراين. شلون جاب هاي القوة الخارقة؟ اوه افلام رعب. اوه يخوف على اساس شبح. اوكي هل تفكرون بما افكر؟ اوه راح يخوف ابوه. اوكي ماذا سنفعل هذه الليلة يا بنكي؟ لا أعلم. سوف نحتل العالم. أوه يقول لأمه سكتي راح أخوف بابا. أوكي تقول ماكو مشكلة. تقول عنه جبان. يقول له شوف شنو وراك. اوه اعتقد راح ياخذون المستشفى فاذر. اوكي ساعي البريد هذا اللي يجيب البريد. اوكي يقول لهم وصلت لكم رسالة. اعتقد سارق مدري ساعي البريد. اوكي ما يلوح ما يوصل. وخر وخر حبيبي. يقول لي شغل كبار هذا. دجاجة. اوكي شنو هاي؟ اوكي زومبي فاميلي زومبي. اوه اوكي راح ينتقلون البيت جديد. اوكي اعتقد اوكي ايه راح ينتقلون البيت جديد شباب بنات. اوكي يقول لها حبيبتي راح اروح البيت جديد. اوكي تعب اي تعب. اوكي اوه طبعا هذا طفل مشاغب. اوكي راح اروح للمهرج الجوكر وشوف شنو ياخذ منه. اوكي العاب هاي اللي دخل يلبس مار او ضربه ياخذ جائزه. اوكي ما لاحه كفو. اوكي شنو راح يربح؟ لا مستحيل. اوه خسارة. اوكي اعتقد الطفل راح يجرب حظه. اي راح يجرب حظه شباب بنات. ها والله كفو محترف. يقول لا يعني شغله بسيطه. شنو راح يسوي هذا؟ راح يسرق اعتقد. اوكي يقول له اريد البدله مال الجوكر. اوه راح يقول له لو اقتله لو شنو. اوه اعتقد راح اقتله. اوه سبرايز سواله مفاجأة. افلت. اوكي. اوه كل هاي الفترة طلع هو الهيروبراين اللي انقذه من كان طفل صغير ومشرد بالشارع. اوه كفو. اوكي. اوه هذا ابنهم ما موجود. بيبي زومبي. اوكي قل له مع السلامة. راح. قل له عافية يا ابني هم زين اجيت. وات؟ شباب بنات. لا يكون راح يصير شيء. اوكي. راح يخيمون بالمخيم، ينامون بالمخيم. اوكي. حلو، اوكي راح يجلسون يسولفون. او نام. والله عبالي راح يتكلمون. هاي هم نامت. اوكي. ابنهم المشاغب شنو راح يسوي؟ راح يسوي بوله. اوكي. وات؟ اوكي شباب بنات، قبل لا نكمل المقطع ونشوف شنو اللي راح يصير، اريدكم هسه كلكم تضغطون لايك وتشتركون بالقناة وتفعلون جرس الاشعارات، وبس يوصل المقطع الى 15,000 لايك راح انزل الجزء الثاني ونشوف القصة كاملة مال قصة الطفل الزومبي المسكين شنو راح يصير معاه. اوكي فاوكي شباب بنات وصلنا لنهاية المقطع، شكرا على المشاهدة. اذا تحبون نستمر وننزل الجزء الثاني باقرب وقت ممكن وصلونا 15,000 لايك، اذا ما وصلنا ما نزل الجزء الثاني وبعد ما نزل هاي السلسلة. فاوكي شباب بنات وبس وصلنا لنهاية المقطع، ايضا تابعوني على الانستغرام حسابي بالوصف، يلا تابعوني وبس مع السلامة، باي باي.